يومها بدنا نكسر الروتين. يلا بنا. اليوم حناخد جولة بالسفينة. هي أكبر سفينة تقريبا سياحية بالعالم. هي عبارة عن 15 طابق. كتير كتير هي روعة وجميلة. وهي الياس بالعب. هي فيها آلاف الغرف مثل سنتر. فيها فنادق، فيها تسوق، فيها ترفيه. كتير هي روعة. كل طابق فيه آلاف الغرف. هاي الياس جاي تعبان. شو الياس؟ شو تعبان؟ طبعا فيها غرف فندقية، نوضع الشنط وفرجيكم على باقي الأماكن. هذه هي الغرفة. شوي اليوم خلينا نخرج عن الروتين. هذا سرير تبع الياس. فيها كل شيء تقريبا. الغرفة يعني ثلاجة، تلفزيون، تواليت. يعني حبيت أشارككم التجربة. هذا المنظر من أعلى السفينة. كتير منظر حلو. يعني تجربة كتير حلوة. مثل ما انتم شايفين مناظر كتير روعة. يعني تستحق التجربة. واليوم ما في وصفة اليوم. إن شاء الله قريب نزلكم وصفات كتير حلوة. وهذا السنتر في داخل السفينة. طبعا فيها كل شيء موجود. وهي الياس بلعب. باردة إيكي كذا. هذا السنتر الثاني. وهذا المطعم. أكلت أكلة كتير عجبتني وإن شاء الله حنزل لكم إياها قريب للكيتو دايت. كتير عجبتني. هي في أماكن ترفيه. بس أتمنى لكم السلامة. شكرا كتير لكم. في أمان الله.